السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من أحداث وأصداء. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادة بلاده ضد الحوثيين وقوات علي صالح قد تنتهي قريبا، مدللا بقبول الحوثيين والمخلوع صالح لقرار مجلس الأمن 22/16، كما استدل أيضا بالمكاسب التي تحققت على الأرض، مشيرا أنه تم استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها المتمردون. يأتي هذا التصريح بعد 7 أشهر على بدء عملية عاصفة الحزم في مارس الماضي. على الصعيد الإنساني، أفادت منظمة أوكسفام المعنية بالإغاثة والتنمية بأن 25,000 شخص يدخلون دائرة الجوع يوميا، كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 10 ملايين طفل بحاجة إلى معونات إنسانية، 10 ملايين طفل بحاجة إلى معونات إنسانية، مطالبة كل الأطراف المعنية باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. كما ذكرت أيضا أن المزيد من الأطفال في اليمن قد يموتون بسبب نقص الأدوية والرعاية الصحية. ماذا تحقق بعد مرور 7 أشهر على بداية عاصفة الحزم؟ هذا ما نحاول نناقشه في هذه الحلقة، لكن نستمع لهذه المادة ثم نعود. وكان هذا الدمار سببه صواريخ الكتيوشا التي تم إطلاقها تقريبا من منطقة الحرير بجانب سوفتيل، وكان نصيبي أحدها الذي سبب هذا الدمار والشتات الذي ترونه. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، ورحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد علي المسفري المحلل السياسي. مرحبا بك سيد علي المسفري. يعني 7 أشهر على بداية عاصفة الحزم، يعلن وزير الخارجية السعودي أن في مؤتمر صحفي كان مع وزير الدفاع البريطاني أن الحرب قد تنتهي قريبا، ماذا تقرأ في هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قراءة هذا التصريح، ينبغي قبل أن نذهب إلى التصريح أن نقرأ المشهد اليوم. نعم. بعد 7 أشهر من بدء العمليات العسكرية من 26 مارس الفائت حتى اللحظة، في جملة من الإيجابيات التي تحققت حقيقة، وأولها وأهمها هو، وهذا المهم، أنه تم قطع يد كبيرة للمشروع الإيراني أولا من خلال تحكيم قوات صالح وميليشيات إذن الحوثي. نعم. من مناطق شاسعة في الجنوب تم هزيمتهم أو الحق الهزيمة بهم في مناطق شاسعة في الجنوب، حتى وإن لم يتم تحرير بعض المناطق الأخرى التي لا زالت تحت هذه اللحظة تحت الاحتلال، ناهيك أيضا على أنه وجدت حتى وان لم يتم تحقيق تقدم كبير واسع في تعز مأرب الجوف، الا انه وجدت بذور لمقاومه حقيقيه يمكن ان تؤهل المجتمع او العقل الجمعي هناك في هذه المناطق للاستنهاض واحتداء ايضا ما تم التوصل. تراها بذور يعني لمقاومه؟ نرانا في لا انا قصدي مقاومه صح موجوده، ولكن وجدت بذور في تلك المناطق التي لم تتم بعد. يعني في المناطق التي ساعدت على في المناطق. اما المقاومه معروفه في تعز، معروفه في مأرب وفي الجوف، لكن انا من قصدي انه النظرية دي تلك التي سادت في الفترة الأولى من الحرب والتي حاول صالح والحوثي من أنه يجعلوها واقع على الأرض سقطت. الآن صاروا الناس كلهم لا يقبلون بصالح، لا يقبلون بالحوثي، لا يقبلون بالوضع برمته، تهور الحالة الإنسانية، حقوق الإنسان، الوضع المعيشي، الدولة انتهت، لا توجد حتى الدولة إطلاقا، حالة لا دولة الآن، هناك فوضى عارمة. وبالتالي أنا في اعتقادي بعد 7 أشهر يمكن القول ما يلي. أولا على صعيد العملية القتالية هناك في نتائج إيجابية واضحة ملموسة على الأرض يمكن أن تفضي في خلق واقع آخر جديد. أنا على مستوى فقط المناطق المحررة. نعم. لتثبيت الوضع والذهاب إلى بناء مؤسسات تلك التي يمكن أن تساعد
أولا في فتح ملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي خلق واقع يسند أو ظهر المقاومة الحقيقية الموجودة في العمق الاستراتيجي، وخصوصا مأرب وتعز والجوف وإب وأيضا الحديدة. هذا في الخط الأمامي. نعم. ناهيك عن أنه يمكن أيضا أن تصل إلى عقر دارهم، وخصوصا في صعدة وصنعاء وعمران وبقية المناطق الأخرى حقه. طيب جميل ممتاز، دعني أقول هذه النقطة لضيفي، انضم إلي من إسطنبول السيد نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد بكيري معنا في هذه الحلقة. أنت كيف تقيم هذه المرحلة السبع الأشهر الماضية منذ بدء عاصفة الحزم إلى الآن؟ ما الذي تحقق؟ سيد بكيري، سيد نبيل البكيري، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد نبيل البكيري. ورحب أيضا بضيفي من اليمن السيد حسين البخيتي معنا على الهاتف. نعم سيد حسين، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. سبعة أشهر منذ بدء عاصفة الحزم، كان الحوثيون قد وصلوا إلى عدن، شهدوا تراجع في كثير من المحافظات، ما الذي تحقق خلال هذه سبعة أشهر بالنسبة للحوثيين؟ في البداية ما تحقق على سبيل المثال في الجنوب أنه أسست جماعة أنصار الله الحوثيين والجيش اليمني أنهم الطرف الوحيد الذي استطاع أن يطهر أغلب مناطق الجنوب كعدن ولهج وأبين وشبوة من عناصر القاعدة، رغم أنهم كانوا يقولون دائما بأن من يقاتلهم في تلك المناطق هم تنظيم القاعدة، وكان ما يسمى بعاصفة الحزم ينكرون ذلك. وبعد انسحاب جماعة أنصار الله والجيش اليمني قامت القاعدة بالسيطرة على تلك المناطق، حتى أن القوات الإماراتية والسعودية في عدن لم تستطع أن تسيطر عليها، ونحن نرى ونسمع بأنهم حاولوا التفاوض مع القاعدة، وهذا هو إثبات بأن من كان يقاتل جماعة أنصار الله والجيش اليمني في الجنوب هو تنظيم القاعدة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن العمليات الانتحارية التي قامت بها تنظيم القاعدة ضد حكومة فحاح أدت إلى فرارهم من عدن، وهذا فقط ما حصل في عدن يثبت بأن ما يسمى بعاصفة الحزم لم تحقق أي هدف من أهدافها التي أعلنتها، والتي كانت إعادة هادي وإعادة الحكومة، وأيضا أعلنوا في الأسبوع الأول من العاصفة بأنهم قووا ودمروا 90% من الترسانة العسكرية للجيش اليمني ولجماعة أنصار الله، وأيضا كصواريخ استراتيجية كصواريخ سقوط وتوسكا، ومع ذلك لم يحققوا أي نجاح في هذا المجال. طيب ماذا عن أهداف الحوثيين سيد بخيتي؟ نعم، ماذا عن أهداف الحوثيين؟ أنت تقول أنهم ذهبوا إلى عدن لمحاربة القاعدة، إذن لماذا لم يقضوا على القاعدة؟ نعم، المناطق التي كانوا يسيطرون عليها لم قضوا على القاعدة بشكل كبير، وقفتهم من صعدة وأيضا وصنعاء ورداع. هل تعلم أن رداع كانت هي المركز الأول لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وكانت الحكومة السابقة تحاول القضاء على القاعدة بمساعدة الولايات المتحدة، ولكن جماعة أنصار الله حققت خلال أربع أيام ما فشلت عنه أمريكا والحكومة اليمنية والرئيس السابق هادي في خلال أربع سنوات. سيد بخيتي، أنت تقول الآن أن الحوثيين استطاعوا، نعم سيد أنت تقول أن الحوثيين استطاعوا القضاء على القاعدة، ومن ثم تعود وتقول أن القاعدة موجودة الآن في عدن، كيف نفهم يعني هذا التناقض؟ نعم، لماذا هي موجودة في عدن؟ لأنه تم هناك كان هناك اجتياح بري وكان هناك هجوم جوي، الآن نحن دخلنا بالشهر الثامن، وهي من أعادت القاعدة إلى تلك المناطق، وهم الآن يستعينون بمرتزقة من كولومبيا والسودان لأنهم كيف تحقيق ذلك، وهذا أثبات واضح بأن جماعة تنظيم القاعدة أو ما يسمي نفسه الآن داعش كان يعمل جنبا إلى جنب مع ما تسمى بقوات التحالف أو عاصفة الحزم، لأن الهجوم الذي قاموا به على مجرات الأطفال. طيب واضح سيد بخيتي، ابقى معي لو سمحت. نعم،
أرحب أيضا الآن بسيد نبيل البكيري، عاد إلينا مرة أخرى، الباحث والمحلل السياسي من إسطنبول. سيد بكيري تسمعني؟ نعم سيدي أسمعكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. إذن 7 أشهر منذ بدء عاصفة الحزم، كيف تقيم أنت هذه المرحلة؟ استمعت ربما إلى ضيفي من اليمن من صنعاء سيد البخيتي يتحدث عن عودة القاعدة إلى مدن الجنوب، كيف تقيم أنت هذه المرحلة؟ 7 أشهر يا سيدي من انطلاق عاصفة الحزم، لا شك أنه تحقق الكثير لهذه الحملة على المستوى العسكري، ويبقى لديها وأمامها الكثير أيضا. لا شك أن ما تحقق كان إنجازا كبيرا في حد ذاته بنسب كبيرة على كل المستويات، لكن يبقى هناك رزمة وأجندة يجب أن تتحقق في سبيل استعادة الشرعية وعودة الدولة وعودة النظام والقانون إلى اليمن الذي انهارت فيه الدولة، بل السلطة الحاكمة، لأنه ليس هناك دولة بالمعنى المتعارف والتقليدي لمفهوم الدولة في اليمن. هي عصابة كانت تحكم اليمن على امتداد أكثر من 30 عاما من العهد الجمهوري، وأيضا عدة قرون من الحكم الهمجي الإمامي الطائفي المتخلف الذي أراد العودة من خلال ميليشيات الحوثي، هذه الميليشيات الإرهابية الطائفية التي تعد امتدادا فعليا للحرس الثوري الإيراني وإحدى أذرعه في المنطقة العربية. وبالتالي ما تحقق أيضا على المستوى السياسي أيضا هو كبير جدا بالنظر إلى بقاء أو اعتراف المجتمع الدولي بالسلطة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته ونائبه أيضا، وعدم اعتراف أي طرف بالانقلابيين وبقائهم محصورين في إطار عصابة انقلابية متمردة خارج إطار الدستور والقانون وخارج إطار أيضا الاعتراف الإقليمي والدولي، وهذا في حد ذاته يعتبر انتصار كبير للشرعية وانتصار كبير أيضا للتحالف العربي الذي يدرك جيدا أن المعركة في اليمن هي ليست فقط معركة انقلاب، هي معركة وجود أيضا بالنظر إلى أن ما حصل في اليمن هي إيران والمشروع الإيراني وأيضا الروسي من خلال هذه الميليشيات التي اتخذت فقط كقفاز للتغطية على حقيقة المشروع الإيراني الذي تمدد على امتداد سنوات في اليمن وظهر بهذا الشكل الذي رأيناه في 21 سبتمبر 2014. طيب نعم. فيما يتعلق بالحديث عن فزاعة وشماعة الإرهاب، باعتقادي أن المسألة الأمنية وما يتعلق بظاهرة الإرهاب في اليمن هي ورقة سياسية أكثر منها ورقة أمنية. القاعدة في اليمن يتم استخدامها وتوظيفها وتوظيفا سياسيا في كثير من المحطات والمراحل، وكما نراه اليوم أيضا باستخدام المجاميع الإرهابية هذه كدلالة أو استنجاد للمجتمع الدولي أن البديل لمثل هذه الميليشيات ونظام علي عبد الله صالح هي القاعدة، بالنظر إلى امتلاكهم لأوراق كثيرة في باللعب عليها. استخدامها من قبل من سيد بوكيري؟ استخدامها من قبل من يعني كورقة سياسية؟ هي تستخدم من قبل سلطات النظام السابق، نظام علي عبد الله صالح الذي كان بارعا في استخدام تنظيم القاعدة ليس فقط منذ 2011، هو كان له تحالفات كبيرة مع تنظيم القاعدة منذ النشأة الأولى في عام 1900، وأيضا شاركت هذه المجاميع المسلحة في حروبها ضد ما كان يطلق عليه حينها بالحزب الاشتراكي اليمني في 94 صيف 94، ورأينا كيف تم استخدام المجاهدين والأفغان العرب في تلك المعركة من قبل علي عبد الله صالح، الذين بعد ذلك تم استيعابهم في مؤسسات الجيش وأعطوا رتب عسكرية كبيرة وظلوا أيضا في إطار المؤسسة الأمنية حتى هذه اللحظة يعملون بإمرة علي عبد الله صالح. وأيضا لا ننسى أيضا التوظيف الإقليمي من قبل إيران لملف داعش في أكثر من منطقة، واستخدام هذا الملف بشكل كبير لتصوير للعالم أن إيران تحارب داعش، فيما في حقيقة الأمر داعش عبارة عن منظمة إرهابية مصنوعة ويتم التحكم بها من خلال الأجهزة المخابراتية الدولية والإقليمية. نعم، ابقى معي سيد بوكيري، أعود إليك هنا في الاستوديو سيد علي المسفري. يعني هذا الربط المتكرر بين القاعدة وداعش والمخلوع علي صالح، الاستخدام الربط الدائم أن من يستخدم القاعدة هو النظام القديم، هو نظام علي عبد الله صالح، ألا يبسط هذا المسألة كثيرا؟ يبعدنا عن ربما المشكلة الحقيقية. تم هناك الكثير من الحشد الطائفي في هذه الحرب ما بين سنة وشيعة، ما بين رافضة، ما بين استخدام هذه المصطلحات الطائفية، ألم تساهم في وجود هذا الفكر؟
مفردات القاعدة أو داعش أو أنصار الشريعة جرت العادة عليها كما أشار ضيفك من صنعاء من أنه أيام الأفغان العرب، وكان المسؤول الرئيسي عن هذا الموضوع علي عبد الله صالح حينه ونائب علي محسن الأحمر. نعم. في رداء تحدث وقال أنه تناقض حتى ضيفك الكريم من البخيتي تقصد يعني نعم. الأخ البخيتي تناقض عند موضوع نفسه من أنه رداء أنا عندي لدي وثائق دامغة من أنه الجبل الخلفي اللي يعرفه الآن يستخدمه هم تحت الأرض طبعا تستخدم للقاعدة وكانت تستخدم أولا للأفغان العرب وتم تدريبها فيها تدريب كثير من الأفراد الذين استخدموا لاحقا من قبل نظام علي عبد الله صالح لبناء البنية التحتية للقاعدة في الجنوب تحديدا ومن ثم في القرن الأفريقي، وهناك وثائق بهذا الموضوع وحتى عملية القرصنة اللي تمت في الخليج عدن أو البحر العربي. القاعدة اللي تحدث عنها الأخ البخيتي هي كانت شماعة ليست إلا، وهذا بالتنسيق طبعا وفقا لعملية الدومينو اللي بدأت من دماق وانتهت في عدن وأطراف أخرى مختلفة في قاع الجنوب باحتلال الجنوب أيضا من قبل ميليشيات، هذه كانت هي فقط ليس إلا عبارة عن تغطية لهذا الموضوع على أنه في دواعش وأنه راحوا وذهبوا إلى الجنوب أو هذه المناطق لتحريرها. الحقيقة هم لم يحرروا القاعدة ولم يقاتلوا القاعدة وإنما قاتلوا المواطنين العاديين داخل الجنوب في بقاع مختلف، واليوم يقاتلوا المواطنين أيضا في تعز وفي إبر وفي البيضاء وفي طيب في يعني لنخرج من القاعدة. لذا القاعدة لا. القاعدة هو شماعة ليس إلا، والآن تم العثور على من خلال مداهمة أوكار للخلايا النائمة داخل عدن بالكشف عن كثير من الوثائق التي تثبت وتؤكد من أن القاعدة صناعة من علي عبد الله صالح. طيب نكتفي بالحديث عن القاعدة ليس موضوعنا في هذه الحلقة، لنعود لتصريح وزير الخارجية السعودي عادل جبريل بأن الحرب قد تنتهي قريبا، أشار إلى قبول الحوثيين والمخلوع صالح بتنفيذ القرار 2216، أشار إلى المكاسب التي حصلت للتحالف في الأرض. يعني ما دلالة هذا التصريح؟ هل هناك حل سياسي قادم قريب؟ الجبير انطلق من أرضيتين، الأرضية التي وجدوها في الجنوب والبيئة الصديقة التي تجاوبت معهم بكل سهولة وتحرير مناطق شاسعة وإمكانية إذن الآن لديهم إذن تعديل في الخطة الاستراتيجية وحتى التكتيكية بالانتقال لتحرير بقية المناطق الأخرى. اثنين، اكتشفوا إذن منهم الناس الذين يمكن أن يتم التعويل عليهم في تلك المناطق التي توجد فيها صعوبة الآن من خلال التحرك لتحرير بقية المناطق الأخرى. نعم. وجدوا أنه طبعاً للأسف الشديد أنه أولاً المكونات السياسية اليمنية نفسها لم تنهض بعد إلى مستوى التحديات الفاصلة، وبالتالي استخراج الإمكانات أو الأدوات أو الآليات الممكنة لتحرير بقية المناطق وظلت يعني في عملية كر وفر ليس إلا. اكتشفوا التحالف أيضا العربي من أنه بالصيغة الحالية في عملية الدخول لقوات التحالف لابد من مراجعة كل الأخطاء السابقة، خصوصا وأنه لا زالت هناك ألغام عدة موجودة حتى في إطار من هم القوى الأساسية المتحالفة، وأقولها لأول مرة هنا في هذا المنبر من أنه في بعض القوى لا زالت هي تحن إلى المرجعية بالمفهوم الطائفي المفهوم العسكري. من هذه القوى التي تشير إليها؟ اللي موجودين الآن موجودين بالتصريحات مثلا جوباري وبقية الأخوة الموجودين هناك في رياض ضمن الشرعية، يعني ضمن الشرعية. فلهذا في خطة جهنمية رسمها علي عبد الله صالح مع تلك القوى من مؤتمر الشعب العام التي التحقت، وأنا أقولها أيضا بكل جرأة أنه هي التي التحقت بها التحالف وساندت التحالف شكلا، لكنها مضمونا لا زالت هي تدين بالولاء. إذن تشير إلى جناح من المؤتمر الشعبي العام اللي ضم إلى الشرعية بالتحفظ على الأسماء، لأن الشخص الذي ذكرت غير موجود معنا. يريدون من خلال ذلك هو استغلال الشرعية في إمكانية أولا تطويقها ومحاولة إعادة إنتاج، إعادة وأكرر إعادة إنتاج
نظام علي عبد الله صالح خوفا من فوبيا انفصال الجنوب، بحيث انه يحرقون ايضا التحالف العربي ودول الخليج تحديدا من انهم ذهبوا الى اليمن من اجل تحرير اليمن وليس ايضا لاستعادة دولة الجنوب، وبالتالي تطويق عملية تحرير الجنوب واستكمال بقية المناطق الأخرى، ومن ثم الذهاب لبناء الدولة المؤسسات الدولة المدمرة في الجنوب، بحيث أنه يظل الظهر مكشوف لي أيضا عناصر وميليشيات عناصر المخلوع وميليشيات الحوثي وعدم جميل. وعدم نعم. القدرة. هذا أولا نعم. النقطة الأولى. دعني أقول هذه النقطة لضيفي من صنعاء سيد حسين البخيتي الصحفي والناشط اليمني. سيد بخيتي، يعني تصريحات الجبير بقرب انتهاء الحرب، أنتم يعني أو أنت كباحث والحوثيين يعني بشكل خاص، كيف تقرؤون هذه التصريحات خصوصا فيما تحقق من مكاسب لقوات التحالف للمقاومة الشعبية في عدن في مأرب أيضا؟ هل هناك مؤشر فعلا على الأرض على قرب انتهاء الحرب؟ بالنسبة لتصريحات الجبير، السعودية طالما تأتي بتصريحات وغيرت انتهاء عاصفة الحرب إلى عاصفة الأمل ويحاولون تمديد الحرب، والكل يعلم بأنه حتى بعد موافقة جماعة أنصار الله وايضا حزب المؤتمر والاطراف المتواجده في اليمن بقرار 2016 ما طلع هادي وحكومته الهاربه في السعوديه لتنفيذ هذه القرارات، ورفضوا ايضا النقاط السبع رغم مطالبتهم قبل ذلك وعلى لسان الجبري بانه يجب الحضور في القرار 2016. بدايه تصريحاته هي ان لا تؤخذ يعني بعين الاعتبار، لانه طالما يطلبون هذه التصريحات وهم ما زالوا يقومون بدعم ما يسمونه بالمقاومه بالسلاح وبكل شيء، بينما يمنعون دخول الغذاء والمواد البتروليه الى اليمن ويقومون بضرب الموانئ والبنيه التحتيه اليمنيه، وتصريحاتهم دائما هكذا. اما فقط اجابه على ضيوفك الذين دائما ما يسمون القاعده كانها سماعه القاعده. سيد بخيت، يعني لنخرج من موضوع القاعده، ليس موضوعنا في هذه الحلقه، يعني ليس موضوع الحلقه اليوم القاعده، نحن في سبعه اشهر منذ عاصفة الحزم لو سمحت. لا أجيب أخي العزيز، فقط عندما يقولون شماعة، السؤال الذي وجهه إليهم، هل هناك قاعدة في عدن؟ هل أعلنت قوات ما تسمى بالتحالف بأنها تفاوضت مع القاعدة وأنها فشلت المفاوضات بينهم؟ وهل القاعدة مسيطرة على المكلا أم لا؟ وإذا كانت القاعدة تتبع ما الرئيس السابق صالح، لماذا لا يقومون بضربها؟ لماذا سمحولها بأن تسيطر على مناطق واسعة بحضرموت؟ لماذا تم السماح لها بالتواجد في عدن؟ اما بالنسبه للعمليه السياسيه فقد كان هناك وتحت اشراف الامم المتحده اتفاق في العاصمه مسقط، وتم تحديد سبع نقاط من ضمنها الموافقة على نعم، ولكن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لم تشر إلى هذه النقاط. سيد بخيتي، رسالة الأمين العام المتحدة لعبد الرب منصور هادي لم تشر إلى هذه النقاط. نعم، لأننا نحن في اليمن أصبح هناك تحالف دولي وتحكيم إعلامي دولي حتى بمشاركة الأمم المتحدة. ماذا كان يعمل إسماعيل ود الشيخ في مسقط؟ ألم يلتقي بأطراف يمنية كجماعة أنصار الله وحزب المؤتمر في مسقط وتم الاتفاق على السبع النقاط، والآن يحاولون التنصل منها لأنهم يعرفون بأنه إذا تم الموافقة عليها لن يعد هناك أي سبب لاستمرار الحرب، وهم يريدون استمرار الحرب، يريدون استمرار تدمير مكثرات اليمن، وهذا ما كانت السعوديه تعمل عليه منذ نشأتها خلال 100 عام، ومعروف بان السعوديه هي من يثير النعرات الطائفيه في الشرق الاوسط وبالعالم، وهم من كانوا يتسمون ما يسمى بالجيش الحربي في سوريا، والان هم يقومون بدفع تلك الجماعات الهجام وبدعمها كجماعه النصره، وتم انشاء تنظيم القاعده، وتم ادخال القاعده الى العراق بعد غزو العراق. فهم لم يحققوا اي نصر على القاعده لا في افغانستان ولا في العراق ولا في سوريا، بل اوجدوا القاعده في هذه المناطق بالاضافه الى ليبيا، وهم كانوا يريدون ان يتم تحديد نفس السيناريو السوري في اليمن، وهم الان يقومون بنفي الكثير من الارهابيين. واذا اردنا ان نعرف هل نجحت عاصفه الحرب ام لا، لنرى ماذا يفعلون في المناطق التي يسيطرون عليها، والدليل الاكبر لمحافظة عدن، هم يسيطرون على عدن ولا وجود لجماعة أنصار الله هناك، وهم دائما ما يكون خلايا مهنة،
لماذا لا تقوم بضرب هذه القاعده النائمه؟ لماذا لا تقوم؟ طيب سيد بخيتي، انت تتحدث كثيرا عن القاعده يعني، وقد نعم لو سمحت لي سيد بخيتي، يعني تتحدث كثيرا عن القاعده، وقد يتساءل المشاهد يعني الم تنتشر القاعده الا بسبب تواجد الحوثيين؟ يعني انتم تنتشرون، انتشرتم في مناطق اليمن وبحجه القاعده، مما ساهم في ظهور القاعده هكذا يرى المشاهد. ابقى معي لو سمحت سيد بخيتي. اعود الى ضيفي من اسطنبول سيد نبيل البكيري، يعني تصريحات وزير الخارجيه السعودي بقرب انتهاء الحرب، الى ماذا تشير برايك؟ مثل هذه التصريحات هي تصريحات في اطار الدبلوماسيه والعمل السياسي، ايضا هي اطار تأخذ نوع من التعاطي مع المجتمع الدولي وتتعاطى مع كثير من الضغوطات التي تقوم بها بعض المنظمات هنا وهنا حول إيقاف الحرب، لكن في الأخير باعتقادي أنه المسألة في اليمن خارج إطار الحسم السياسي في هذه المرحلة. كل المؤشرات تدل على أنه لازال ميدان المعركة لازال مفتوحا، وأنه يعني مثل ما مضت 17 أشهر ربما سيكون أمامنا أن ننتظر 17 أشهر قادمة حتى يتم إما أن يسقط الانقلاب وتستسلم هذه العصابات وتخضع للقرار الدولي 2016، أو أن تستمر المعركة إلى أن يتم تحرير العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية، بالنظر إلى طبيعة أنه هذه العصابات وهذه الميليشيات هي لا تتعاطى سياسيا مع أي شيء، هي تستخدم القوة والجبر والكراه وتستخدم مقدرات الدولة وتستخدم كل الوسائل الميليشيوية والعصابتية والمافوية في إطار بقائها وفرضها سلطة الأمر الواقع في اليمن، لكن لم تدرك مدى التحولات الدولية والإقليمية التي حصلت والتي أتت بعاصفة الحنز، بالنظر إلى أن اليمن يمثل عمقا استراتيجيا وحيويا ليس فقط للمملكة العربية السعودية والخليج العربي بل وللإقليم والعالم، بالنظر إلى موقع الاستراتيجي على أهم ممرات الطاقة والتجارة الدولية. وبالتالي مثل هذه العصابات هي لا تمتلك مقومات ولا تمتلك مؤهلات تدير دولة وتحافظ عليها، بالنظر إلى أنها ميليشيات تخضع بالأمر لسلطة ولاية الفقيه في طهران، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لها بأن أن تعيد تمركزها وتموضعها في اليمن كقوة حاكمة. وبالتالي باعتقادي أن الملف السياسي في هذه المرحلة سيظل غائما، بينما سيكون الحاسم في هذه المرحلة هو للعمل العسكري، والذي أخذ بعدا كبيرا بعد التطورات التي حدثت في مأرب وعدن وتحرير هذه المناطق سلطة الانقلاب. نعم شكرا جزيلا سيد نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، حدثتنا من اسطنبول. اعود اليك هنا في الاستوديو سيد علي المسفري، يعني هل ما اشار اليه ضيفي من اسطنبول بربما يعني تصريحات دبلوماسيه للجبير، كان هناك تصريح اخر لنائب رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء خالد بحاح لصحيفه امريكيه، تحدث ان الحرب لن تنتهي قريبا، اي التصريحين توافق عليه؟ لا انت اعتمد الشقين للموازنه للمعادله. هناك في نشات الان معادله جديده من يفرضها هو الاقليم العربي، التحالف العربي الان اللي يفرضها على الارض، والمقاومه، مقاومه سواء في المناطق الشماليه ومقاومه في المناطق الجنوبيه. يعني الان المعادله اللي خلقت بعد هذه المرحله، بعد هذه الان 7 أشهر اظهرت نتيجتين، انه المسار في الحل السياسي الدبلوماسي قائم، لا زال قائم مفتوح، ولكن لابد ايضا ان يرافق المسار العسكري الامني على الارض. وانا في اعتقادي انه الميليشيات المخلوع وميليشيات الحوثي قد هزمت تماما، هزمت في الجنوب، هزمت الان في كل المناطق الاخرى، اصبحت عباره عن ميليشيات مثل اي ميليشيات على وجه الدنيا هذه. نعم. فبالتالي مسألة أنه موتها وانتهاها هي مسألة وقت، ليس إلا لأنه لا تحظى أولا بإرادة شعبية وعقل جمعي داخل المناطق حتى اللي تواجد فيها، ولا تحظى أيضا بقبول إقليمي أو دولي. هؤلاء الناس ميليشيات لم ولن يلتزموا بأي اتفاقات، يعني هؤلاء الناس لا يمكن أبدا، لأن تعودوا أيضا من المخلوع صالع من أنهم لا يمكن أبدا أن يلتزموا حتى بأي اتفاقية قادمة. فمسألة أنه حتى ادعاءاتهم أنهم بيذهبوا إلى
التطبيق 22/16 قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص هو ليس إلا مجرد افتراء وليس إلا مجرد تضييع للوقت. حتى المباحثات التي تدور رعاها الآن موجود في سلطنة عمان أو حتى ما يزمع إلى عقده في جنيف ليس إلا عبارة عن ذر كما يقال الرمد في وجه بعض الأطراف الإقليمية الأخرى التي تعتقد ومنها إيران على وجه التحديد بل أنها لا زالت قائمة في اليمن وعلى مشروعها لا زال هو المهيم والسائد وبالتالي ضاعتكم. أنا في اعتقادي تصريحات الجوبير هي لا تبتعد كثيرا عن تصريحات البحاح ولكن أخذ الأولي هو الشق السياسي الدبلوماسي بينما الآخر الشق العسكري الأمني على الأرض بأن هذه المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعقيدات بالنسبة للميليشيات ولكن المزيد من الإفراجات بوجه الخصوص في تلك المناطق التي مشتعلة حتى هذه اللحظة والمسألة مسألة ليس إلا وقت. حتى أنا في تقديري وربما هذه لأول مرة أقولها من أن تحذير صنعاء ليس بالأهمية الآن إذا استكملنا نحن فقط مأرب إلى بقية مناطق الجنوب أنا في اعتقادي سيفتح قضيتين اثنين. أولا أنه نقطع كل التمويلات من النفط والغاز وكل شيء في العملة الصعبة التي الآن تورد إلى داخل البنك المركزي. اثنين أنه يبقى بعد المحاصرة جوا وبرا وبحرا يبقى أيضا المحاصرة المالية وبالتالي نستطيع نحن أن نقضي على الميليشيات ويبقون هناك في صنعاء بكل سهولة. كما أشرت في بداية حديثي بأن بذور المقاومة قد بدأت هناك الآن في تلك المناطق التي كانت تعتقد من وجهة نظر الحوثيين وصالح أنهم عقر الدار ومن الصعب الوصول لهم الآن بدأت حركة فاعلة ناهضة تقدر أن تعطل مسارات كل خططهم القادمة وهذه باعترافات حتى إيران. الآن إيران بدأت تشك أيضا من جماعة الحوثي باعتباره هي الجناح المتقدم بالنسبة لهم وتشك أيضا من صالح من أنهم يمكن أيضا يحنثوا بكل الاتفاقات طالما أنهم طول هذه الفترة حنثوا بكل الاتفاقات. هؤلاء الناس لا لهم أبدا أي ثقة أن عدمت الثقة بهم وبالتالي, وبالتالي الخلاصة من هذا كله نجيب أن نعترف نحن الآن ونقول من أنهم أصبحون معزولين داخليا وإقليميا ودوليا. طيب ممتاز. أعود إلى ضيفي من صنعاء السيد حسين البخيتي. يعني الوضع الإنساني يشهد كارثة في اليمن. كل منظمات الأمم المتحدة المنظمات الإغاثية الدولية تتحدث عن مأساة سواء في تعز عن ملايين من يتعرضون للحصار للجوع للمرض. ما هي المسؤولية يعني لماذا لا تتحمل حركة الحوثي سواء إذا جاز التعبير بأنها سلطة حاكمة على الأقل في صنعاء لماذا لا تتحمل مسؤوليتها؟ يعني لم يتم السماح لجماعة أنصار الله بأن يعني فقط يعني تعلم أنهم أعلن التحالف هذه الحرب وسبعة أشهر والسبب الأول للأزمة المأساة الموجودة في اليمن هي بسبب الحصار وبسبب العدوان الذي دخل في الشهر الثامن. جماعة أنصار الله كانت تسيطر على صنعاء من 21 سبتمبر 2014 حتى قبل بدء العدوان السعودي في 26 مارس 2015 لم تكن لدينا أي مشاكل من ناحية الغذاء والدواء لأن الموانئ والمطارات كانت كلها مفتوحة. البنية التحتية كانت ما زالت قائمة مشاريع المياه مشاريع الكهرباء ولكن من كان والسبب الرئيسي لهذه المأساة هو العدوان السعودي وتقارير المنظمات الإنسانية ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية التي تبين وأدعت تقارير كثيرة بأن سبب المأساة في اليمن هو منع دخول الدواء والغذاء إلى اليمن وبالتأكيد هناك مأساة أكثر في تعز بسبب الحرب الداخلية التي تدور في شوارع تعز والسبب الأول والرئيسي لهذا يتحمل جماعة أنصار الله جزء ولكنه جزء بسيط يعني لم يقوم بدعم السلاح وإلقاء السلاح
ولكن ألم يكن سيد بخيتي يعني ألم يكن السبب الرئيسي نعم المواد الغذائية والدواء نعم ألم يكن السبب الرئيسي لهذه الأزمة التي تعيشها اليمن هو تمدد جماعة الحوثي في محافظات الجمهورية هو حصار جماعة الحوثي لمدينة تعز يعني منظمات دولية تتحدث أن مدينة تعز لم تعد مدينة صالحة للعيش نتيجة للحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي عليها أنت تتحدث عن تعز وكأننا في المناطق الأخرى من اليمن نعيش في جنة الخلد هناك أزمة اقتصادية وهناك نقص كبير للدواء والغذاء والماء في كل محافظات الجمهورية ولكنه في تعز هناك مستوى أكثر لهذه المأساة بسبب الحرب الداخلية التي يقوم ما يسمى بالتحالف بدعمها هل تعلم مثلا على سبيل المثال صعدة يعني تم تدميرها وإعلانها منطقة عسكرية بشكل كامل وتم استخدام مئات إن لم يكن الآلاف من القنابل العنقودية هناك ليست فقط المأساة في تعز فقط هناك مأساة وهناك نقص للغذاء والدواء في كل مكان ونحن نعلم إذا لماذا لا ينفذ الحوثيين القرار 2216 سيد بخيتي وينهي هذه المأساة؟ نعم لماذا لا ينفذ الحوثيين القرار 2216 وينهوا هذه المأساة التي تعيشها اليمن؟ لماذا الإصرار على هذه الحرب؟ إذا القرار نعم القرار 2216 أتعلم أنه موافقتهم على القرار هي بداية تنفيذ هذا القرار ولكنه بنود القرار لا يمكن تطبيقها إلا بعد أن يتم الاتفاق على الكيفية فلا يمكن أن تقوم جماعة أنصار الله الحوثيين والجيش اليمني بالانسحاب الى المناطق التي يسيطرون عليها لان من سوف يمنع هذا القرار هو تنظيم القاعده كما قاموا بعمل ذلك في عدن وفي المقلاة في كل مكان. انت تعود الى القاعده مره اخرى سيد بخيتي يعني بدايه تنفيذ القرار 2216 يتم بالافراج عن المعتقلين يتم ب يعني الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها الحوثيين هكذا يتم تنفيذ أقل شيء يعني أمام المجتمع الدولي أمام المواطن اليمني على العموم شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة انضم إلينا الآن عبر الهاتف الشيخ محمد مقبل الحميري الناطق باسم المقاومة الشعبية في تعز يحدثنا من الرياض مرحبا بك معنا شيخ محمد يعني أنزل التحالف العربي أمد المقاومة بالسلاح خلال اليومين الماضية يوم الثلاثاء يوم الأربعاء بالأمس أيضا هل هناك تغير نوعي هل هناك تحرك يعني تقدم نوعي المقاومة في تعز بعد هذا الإمداد لا شك أن تعز تحاصر من قبل العنصريين السلاليين ومع حديث الأخ الذي البخيتي الذي حدث تسأله عن تعز حصارها يقول لك صعد محاصرة وكأنه ينتقل من تعز بخطاب في نكته نكهة من العنصرية والطائفية المقيتة ونعلم أن صعد هي ضحية الحوثي أيضا وعمران وصنعاء وكل هذه المحافظات لم تحاصرهم تعز ولم تحاصرهم الشرعية ولم يحاصرهم أبناء اليمن ولكنهم هم الذين نقضوا كل شيء ما صفة الحوثي عندما يتمدد ويتكلم عن التحالف هل التحالف قام ضد الشرعية هل التحالف قام قبل أن يسيطروا على هذه المحافظات حتى وصلوا عدن وأحرقوها وتعز هل التحالف نعتبره إنقاذ من الله سبحانه وتعالى للشعب اليمني أتى لينقذ إخوانه من التمدد الفارسي التمدد السلالي العنصري المقيت لا شك أننا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون إخواننا في التحالف استطعنا أن نصمد ونثبت ونبحر إلى حد كبير ولولا هذا الموقف بعد الله لكانوا قد أحرقوا المدن ببراميل الحارقة وكانوا يعدون لذلك دون أدنى معيار لأي آدمية أو إنسانية المقاومة في تعز لا شك أنها تلقت سلاح في الفترة الأخيرة ولكنه يظل سلاح غير قادر على الحصد ولكنه قادر على أن يسيطر على المواقع التي هو فيها وتعز المدينة كلها بيد المقاومة سوى المداخل فإنها مسيطرة عليها هذه الفئة الضالة الممثلة بالحوثي والمخلوع
الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذين يعني الذي أعد العدة منذ سنوات بألوية عسكرية وبمعدات وبآليات ثقيلة ومدافع وصواريخ، وهم اليوم يقصفون تعز، اليوم وأمس وخلال يقصفون تعز بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة دون. طيب شيخ محمد، يعني سبع أشهر منذ تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة، يعني ما الذي تحقق لديكم أنتم في تعز؟ تعز لا زالت تعاني، ولكن الذي تحقق أننا صامدون وأننا لم نتركهم يدنسون مدينتنا ويدخلون في شوارعه. هم يقتلون من عن بعد، هم يقتلون النساء والأطفال، قتلاهم في تعز أكلت جثثها الكلاب، عندما أردنا أن ندفن قتلاهم راحوا يفخخوهم. نحن نكرم الإنسان حتى وإن كان ميتا، أرادوا أن يدفنوهم وإذا بهم مفخخين ينفجرون بمن يأتي لدفنهم، فتركناهم فأكلتهم الكلاب. قتلاهم أكثر من 10,000 قتيل في تعز، نحن نأسف لهذا القتل لكنهم معتدين علينا، لأننا لا نريد هذا القتل، لا نريد هذه الدماء. هدموا البيوت التي دمرت في تعز تدمير كامل، أكثر من 3,000 بيت وكذلك أكثر من 3,000 متجر. أما التدمير الجزئي فيكتكاد تكون المدينة كلها مدمرة. منعوا الغذاء، منعوا الدواء، منعوا حتى شربة الماء، يعني تبولوا على المياه خشية من أن يشرب من هذا الماء. هؤلاء ليس لهم في الآدمية نصيب، ولكن تعز اليوم يعني الجبهات كلها ثابتة ومتقدمة. الشيء الذي يؤرقنا هو أنهم يقصفون المدينة عن بعد بالصواريخ والمدافع والكاتيوشا، سواء من شرق تعز أو من غربها أو من مواقع المعسكرات، ولكن أعتقد أن هناك توقف جاد. طيب شيخ محمد، يعني نعم، تحدث نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح أن خطة تحرير تعز يعني جاهزة، برأيك يعني ما الذي يؤخر تنفيذ هذه الخطة؟ إن شاء الله قربت ساعة الصفر بإذن الله، وهي تعد من أكثر من محور وأكثر من اتجاه، يعني ستأتي بغتة، ودائما الحروب لا يعلن عنها ومتى وكيف، ولكنها قربت وأزفت الساعة إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا الشيخ محمد مقبل الحميري، عضو مجلس النواب اليمني والناطق باسم المقاومة الشعبية في تعز، حدثتنا من الرياض. انضم إلي أيضا عبر الهاتف السيد فؤاد سعيد الأمين العام لشبكة النماء اليمنية. سيد فؤاد مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. يعني تقارير الأمم المتحدة تذكر أرقام يعني أقل ما توصف بالمفجعة، يعني 10 ملايين طفل بحاجة إلى الغذاء، 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. لو تعطينا فكرة عن النشاط الإغاثي حاليا في اليمن. حياكم الله أخي الكريم. عموما بالنسبة لأن أنا أريد أن ألفت انتباهكم وانتباه المشاهد الكريم أن الأرقام التي تذكر هي عبارة عن أرقام تتغير بسبب استمرار المأساة، يعني الرقم الذي نذكره الآن بعد هذا اللقاء أو أثناء هذا اللقاء سيتغير بسبب استمرار عملية الحصار الجائر للمدن والضرب العشوائي للمدنيين. وضع اليمن بشكل عام وضع مأساوي كما ذكرنا في أكثر من مقابلة، وهي تعاني من انعدام كامل للمشتقات النفطية وما يترتب على غياب هذه المشتقات من تعطل للخدمات، سواء خدمات توفير المياه أو المستشفيات أو خدمات التنقل، وهذا يترتب عليه ارتفاع مهول جدا في أسعار المواد الغذائية. نعم. بشكل عام على مختلف الأصعد. الكارثة الكبرى التي تعاني منها اليمن ومدينة تعز بشكل خاص هي كارثة يعني العجز الكامل في المرافق والخدمات الصحية. هذه المستشفيات تقريبا خرجت عن الخدمة تماما بسبب انعدام كامل ل سواء كانت الأدوات أو الأدوية. والمنظمة الدولية للأسف الشديد، وأنا أقولها هنا وذكرتها في أكثر من مكان، أنها تمارس صمتا مريبا يصل إلى حد التآمر على المدنيين. يعني الناطقة الرسمية باسم الإغاثة المنطقية الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تحدث عن صعوبة بالغة في إيصال الأدوية إلى المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة في مدينة تعز. نحن اليوم
اوصلنا الادويه الى 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 مستشفى الثوره الذي يعني قالوا انه لا يمكن ان تصل اليه مواد. طيب لماذا لا تتعامل سيد سعيد يعني؟ اسمح لي بس اكمل هذه الفكره لانها مرتبطه. نعم. انهم منتظرون الوضع الان ليتدخلوا. نحن نقول للمرضى الف، نحن في داخل المدن لدينا الاستعداد من اثناء هذه المدن ان نوصل المواد الغذائيه الى الاماكن المحاصره. نحن نرجو ان يتفهموا هذه القضيه وان يتعاملوا من خلال المنظمه المحليه. وزير الاداره المحليه ورئيس لجنة الإغاثة الدكتور عبد الرقي فتح قال في مقابلة تلفزيونية أنهم يتعمدون إرسال المواد الإغاثية عبر منفذ صنعاء الدمار تعز، يعني تمر في منطقة الحصار وبالتالي تصادر قبل أن تصل إلى المدنيين. هذه جريمة ترتكبها المنظمة الدولية، يعني اللي يفترض أنها منظمة إنسانية في حق المدنيين في مدينة تعز. طيب يعني لماذا لا تتعامل هذه المنظمات الدولية مع المنظمات المحلية؟ يعني ما المانع يعني؟ نحن في شبكة لما أطلقنا 3 نداءات إغاثية. كان النداء الأخير موجه فيها مباشرة إلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات الدولية التي تعمل في إطارها، وقدمنا قواعد بيانات، وقد وعدنا نحن في الأسبوع الماضي أصبحنا نبيع للناس الأمل داخل مدينة تعز حتى يستمروا يعني. الأسبوع قبل الماضي وعدنا بأضعيات 1000 سلة غذائية من إحدى الجهات، ثم نزلت إلى 150,000 سلة. أنزلنا فرق العمل الميدانية، نحن لدينا الآن كشوفات بالإثم ب 150,000 حاله مستفيده بالكشوفات بالاسم موجودين في اطار المديريه المحاصره فقط، اشتغلنا في المديريه المحاصره السبع ويعني بالاسم لدينا قاعده بيانات ل 150,000 حاله مستحقه للغذاء، يعني بامكاننا ان نصلها اليها ونستطيع ان نصل الى عدد اكبر. لكن يعني هناك نوع من التفكير العجيب، لا ادري كيف. طيب يعني اين دور الحكومه في هذا الجانب؟ اذا كانت الاسماء موجوده، الكشوفات جاهزه، المستفيدين معروفين، اين دور الحكومه في هذا الجانب في التنسيق مع هذه المنظمات الدوليه؟ للاسف لا الحكومه نفسها تشتكي من هذه المنظمات الدوليه، ورئيس لجنه الاغاثه اليمنيه يشتكي من هذه المنظمات الدوليه، نحن كمنظمات محليه نشتكي من هذه المنظمات الدوليه. المتحدث باسمهم في صنعاء يقول من بداية الحرب، من بداية الأزمة اليمنية لم يستطيعوا أن يقدموا شيء. يعني وكل يوم نسمع عن توقيع اتفاقيات وعقود وشراكات لعملية الإغاثة. ولا نلمس شيء في أرض الواقع للأسف الشديد. طيب شكرا جزيلا سيد فؤاد سعيد الأمين العام لشبكة النماء اليمنية، حديث يعني محزن صراحة سيد المسفري، يعني الكشوفات جاهزة، المنظمة المحلية قادرة على إيصال المساعدات، قامت بإيصال المساعدات فعلا كما أشار سيد فؤاد سعيد، لكن بنظرك يعني ما الذي يمنع أن تتعامل هذه المنظمات الدولية مع الجمعية المحلية؟ أستاذ أحمد تذكر أنا وأنت تحدثنا عن هذا الموضوع أثناء حصار عدن. صحيح. ودعينا ودعينا لأنه لابد من وجود شبكة محلية تشرف عليها المنظمات الدولية بدون حتى التنسيق مع أي أطراف أخرى، بحيث أنه يبينوا، لأنه الآن واضح جدا من خلال ما نعرفه نحن يوميا ونتواصل في الداخل ونتواصل حتى إذا في المناطق الملتهبة، من أنه السبب الميليشيات، ميليشية الحوثي وعلي عبد الله صالح، هؤلاء هم الذي يضربون، هم اللي عطلوا هنالك. اذا لا ننسى ونعترف في وجود فساد، الفساد 33 سنة خرب كل شيء للاسف الشديد. فلهذا انا في تقديري لابد من وجود منظومة متكاملة. اولا مسألة المنظومة المتكاملة تبدا في المناطق المحررة، تطبيع الاوضاع الامنية اول شيء، تنطلق بعدين مسألة الإغاثة، تنطلق أيضا مسألة الشبكات المحلية مع الشبكات الدولية، بحيث أنه نضع المجتمع الدولي أيضا أمام الصورة الواضحة من هو المقصر في هذا الموضوع. وثاني شيء أيضا والأهم من هذا، نفتح أيضا قضية أنه الإمداد بالأسلحة النوعية، ليس فقط للإغاثة ولكن الأسلحة النوعية لتلك المناطق، لأنه الآن أنا في اعتقادي وهذا اللي ممكن يكون خلاصة لهذا النقاش الجيد لمدة ساعة، أن أولاً الأخوة في التحالف أدركوا الحقيقة الأولى، منهم أصدقائهم ومنهم أعدائهم على المستوى الداخلي اليمني وحتى في الجنوب تحديداً. يعرفون أيضاً الجانب الثاني، التقديرات تلك التي كانت موجودة فوق الطاولة أصبحت الآن واضحة، من هي الأطراف التي يمكن التعامل معها في الأجندة القادمة سواء الأمنية والعسكرية، أو تلك التي يمكن أيضاً التعامل معها بحذر
ولكن بمحدودية إمكانية أيضا اختبارهم وامتحانهم، لأن حتى هذه اللحظة في قوى عسكرية وأمنية وفي قوى سياسية لا زالت لم يتم الآن اختبارها، وخصوصا في المناطق التي نحن نراهن عليها. الحديث يطول. ولهذا الخلاصة أنا في اعتقادي يمكن أن يؤهل هذا في قد حزمة من كثير من الإجراءات تلك التي يمكن أن تساعد في الحل السياسي، لكن أولا العسكري والأمني على الأرض، وإرضاء الأطراف سواء فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية التي جاءت نقلها عاصمة الحزم لإنشاء الدولة المدنية المؤسساتية في صنعاء، أو حتى مثلا قضية الجنوب التي لا زالت حتى هذه اللحظة هذه قضية أخرى تناقشها في لقاء آخر. شكرا جزيلا سيد علي المسفري المحلل السياسي. إذا بانتظار هذه المنظومة التي تحدث عنها ضيفي هنا في الاستوديو لاستيعاب المساعدات الإنسانية، لاستيعاب للتهيئة لتأمين المناطق التي تم تحريرها، وفي هذه الأثناء يموت الإنسان اليمني في كثير من المناطق بانتظار هذه المساعدات. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، على أن نلقاكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.